هذول 40 شخص من 22 دولة عربية مش قادرين ياخذوا صورة واحدة. بالمناسبة هذول مبدعين شركتنا بآخر مرة اجتمعوا فيها قبل 3 سنوات. كانوا 4 أشخاص بس مع حلم كثير كبير وبنفس الوقت بسيط، إنهم يفرجوا الجانب المشرق من عالمنا العربي للعالم. بس لحظة، هل في جانب مشرق من عالمنا العربي؟ إلى أكثر من 2000 قتيل، ضرب زلزال، هذه المعارك متواصلة. بس عن جد في جانب مشرق بعالمنا العربي؟ بحث دورت ولقيت الجواب، وحكينا لكم قصص من قصصكم اللي بتستاهل نشاركها، وجي الوقت اللي نشارككم في قصتنا. القصة اللي بنتكلم عنها كان وراها فريق غير اللي شفتوه قدام الكاميرا، فريق ما حدا شافه من قبل. سهر وتعب، حزن وضحك، حاول وتحدى وسافر لأماكن بعيدة. لحظة لحظة، بس انت ما سافرت معه. يا عمي لو مش عاجبك كلامي انت حر. المهم، وسافر لأماكن بعيدة عشانكم وعشان قصصكم. وبعد أكثر من 1000 يوم وأكثر من 5000 فيديو قدرنا ندخل أكثر من 10 مليون بيت عربي. مشاهدات تخطط 3 مليار مشاهدة. حولت أحلامكم اللي شاركتوها معانا لواقع، ووصلت قصصكم للعالم. لكن إحنا وإنتوا مش ناس، إحنا من اليوم عرب نيشن، من العرب وللعرب.